السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في قناة كويزين أميرة. يوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تدخل علينا بالصحة والسلامة. جبت لكم هميزات ديال عروض مرجان، إن شاء الله غتعجبكم. أول حاجة غنوريكم مشترياتي وغتمشيو معايا تشوفوا الدويرة في مرجان، تشوفوا الهميزات خصوصا في الأواني. أنا خديت دابا يا الشواية كدير 24 درهم، عندها هاد القبادة ديالها بالعود زوينة عجبتني. غنوريكم أشكال داخل مرجان غادي تشوفوهم. خديت هنا القراطة ديال العود زوينة كذلك ب 45 درهم. كاينين أشكال دائرية وخصوصا الملسة وزوينة، غادي نشوفوهم كذلك غنوريهم لكم داخل مرجان. زوينة هاد القرطة خديناها. وغنوريكم واحد الطابلة زوينة تاهي خديتها كدير 60 درهم، عجبتني عملية. خدينا كذلك البنات طابلة ديال سالامونجي، خدات اختي ب 230 درهم من مرجان. ان شاء الله غنوريها لكم في الدار عندها، حيت خاصها ديها بالبلاستيك ديالها، حيت غادي يلا غتمشي عندها ديها الدار ستبقى مسدوده. نوريها لكم وهي غتحطها ان شاء الله في دارها، وغادي نوريكم شكلها. هادو الكراسه ما خديتوش من مرجان، خديتهم من قريعة الدرب السلطان، كيديروا 55 درهم الواحد، خدينا اربعه. خدينا كذلك البنات البانيوات زوينين، مجموعة ديال البانيوات من الكبير متوسط الحجم الصغير ب 55 درهم، تا هادي راه ميزة زوينة البنات بصراحة معتبرة. دابا نخليكم مع الدويرة في مرجان، وما تنساوش ديروا ليا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة، وشكرا لكم. زوين البنات هادو بحال كتير صفاية زوين، هادو 15 درهم، هادو 5 دراهم، خمسة دراهم شبيك يا زوين، هاهما زوين شتيهم، فنين، شوفو هادو، سديت لهم 80 درهم، هاهما شبيكات هنايا 19 درهم، هاهما هاهما هنايا 3 شتي، هاهم باللوان، عادي نيت بحالهم في الدار، زوينين، هاهما هانتو البنات، هانتو البنات كويسات شتيهم، هاهما 30 درهم، فيهم 6 كريطينة فيها 6، هاهي هاهي كريطينة فيها 6، شتو البنات زوينين، هادو 190 فيها 12 فيغ، هاهم كويسين زوينين، ها الكويسات لي باغينش أتاي. بس نوريكم البنات حاجة أخرى مميزة، 65 درهم هادو، هادو كيكونوا معاهم شتيهم عاطين معاها، عاطين معاها هادي الطحانة اليدوية معاها هاد الباني زوين، 65 درهم. هادو بالنسبة للشوايات كاينه 55 درهم، هاد النوع اللي كتشوفو هي هادي، والنوع اللي شاري هزاه ماما كيدير 23 درهم، هادو 90 هادو كيكون عندهم هادو ضيقين ما كيطيحوش لك منهم اللحم ملي تكون كتشوي، كيكونش الضوء كيكونش عينهم واسعين وحكا. بالنسبة للبنات شوفوا هاد العود، هادي كي فيها العود باش كتشدي، الا سخنات لك كتقدرش تشدي، هادي فيها العود، يعني هادي عمليه حتى خدي ماما ديال اللي فيها العود احسن، في عمليه ما كنبغيش انا هاد العيون كيكونوا واسعين كنبغيهمش. هادي اللي هزاها ماما كدير 23 درهم، لا قول لي 24، انا 24 درهم كاين 90، وهنايا 55 وهنا 90، قول 56. غنوريكم واحد زوينه هاد ماما، وريهم التشكيل هذا زوينه، اجي وضعهم التشكيل، وعنده هنايا
الثمن ديال البنات 44 و 90 هي 45 درهم. ها هي زوينه هادي ما مش كتليق هادي بنات. نشوف البنات ناخذوا هادي انا ولا كنوري كيف كتشد. اه تحط داكشي اللي بغيتي تحط فهمتي تحط كتشبر هكا زوينه. شوفي هنايا حليها ها انت حليتها كتحيدي هادي كتحطي اللي بغيتي هنايا وكتحط حتى الفوق الفوق. غنمشيو لكم البنات دابايا بالنسبه لهنايا ديال هنايا عندك هنايا القضبان ومعاهم حد الموس. هذا الشكيل اللي كيكون فيه هذا الشكيل اللي بحال اللي كتشدوا فيه شحال داير الثمن ديالو؟ 49 ديال 48 و 90 هي 49 فيه 12 الاينوكس هذا الاينوكس فيه 12 هنايا ومعاهم حد الموس. وكاين نوع اخر البنات ديال العود ها هو شدادة ديال العود ديالو حتى هما 12. لا غنشوفوا هنا دايرين فيه 12 ودايرين فيه 28 درهم لان كاينه 27 و 90 احسن من هاد الكاليتي هذا. شكون هو اللي زوين؟ الكاليتي ديال هادو احسن من هاد الكاليتي ديال هادو اللي كيقدروا يتنصلوا كيبقاوش هاد العود كيتنصلوا. ماما اللي كانت خدات خرطه خدات ماما هادي ب 44 درهم ولو 90 هي 45 درهم. ماما خدات هادي انا كنت بغيت هاد الشكل طويل ولكن ملي شفتها لقيتها شويه بحال بحال زوينين. كاين النوع هنايا ها هما المستطيل هاي كنت باغا انا المستطيله على دائره. واش عجبك هذا؟ انا عجبني هذا ماما. ها ماما انا عجبتني هادي انا فضلت هادي ثمن واحد. ماما خذي ماما مستطيله. وكاينين هادو البنات اللي كيدخلوا الفران ها هما فيهم وحده صغيره كاينين متوسطه كاين احجام وهم فيهم هما فيهم وقيلا غير جوج هنا جوج الثمن ديالو هنا 79.99. نبدل لك هذه بديها بدي لي هذه طويله انا عجبتني الطويله تاخذي هذه الشوايه بالصحه والراحه. يلا البنات اللي بغى يشري غنوريكم هادو 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 هنايا فيهم القضبان وهنا فيه واحد السكين هنا بهذا الشكيل هذا داير 30 درهم فيه 12 بالنسبة هنا الطنجرة هذه الطنجرة فيها 6 لتر الثمن بخي ديالها 599 درهم قد قد. هانتو هالجناوية المقدات ها كاينة مقدة هنايا 89 درهم. انتو كتشوفوا كل حاجة كتعبر على البخي ديالها. هذه 7000 و 900 شي غير هنا هي كل حاجه والثمن ديالها هنا زوني هذا راه ميو كاين هاد الصن شحال دايرين؟ دايرين 33.90 ولا 40 درهم زوين طاق ديال الباسين 55 لتر زائد كوبين زوين. وكاين هاد الشكيل هذا شتي؟ هاد بوبيل بوحدو 22 درهم وهذا 39 درهم هاد النوع زوين. اونسومبل دو بانيو زوين الشوايات ديال العيد الكبير. هذه الشوايات ديال العيد الكبير بمناسبة الأضحى. هذه زوينة عندها الرجلين عندها الرجلين وعندك تحط. هاي الثمن ديال البنات 299 درهم 300 درهم وعندها عندها عندها هاي في الكرتونة ديالها غتشوفوا عندها هذا البراج ديال هادشي. ديري هذه
عندها هادي. اه الشكل الكحلانيه عندها هادي وهادي ها هما زوينه زوين. وعندها هاد الخطه ديالها مزيان. هذا تا هما زوين. شحال 49 شنو فيه؟ فيه ثلاثة، فيه هذا صغير وفيه هذا وفيه هذا. نشوفو الباء حتى ما كاين. نشوفو الشوايات حنايا. ها هي ها هي الثمن ديال البنات، الثمن ديالها 100 درهم ها الشواية. ها هي ماتش. تاخدي غلاط خدي هذوك اللي عجبك خدي الفحم 3 كيلو 3 كيلو ها هو الثمن ديالو 30 درهم وهادو 25 درهم كاين هنايا بانيو خاص طيل ها هو هادو البحر البحر يلا بغيت كياس القمامه ديال الميكي ديال الحبين هذا لا بروفي هذا راه كيكون اقتصادي هي 10 هنايا سميتي هادي 13 هادي هذا ديال 40 لتر تقدري تاخذي ديال الحجم الصغير تاخذي ديال الحجم الصغير كيكون 40 صاك هذا 40 صاك انا كديه 3 شهور علاش ما كنبدلش الصاك يوميا من لا بروبيل كندير الصاك في لابوبيل ومني كندير فيها حاشاكم الزبير كنرش عليها لي برودوي ديال الغسيل بحال شويه جافيل شويه مسحوق ديال الملابس وكنديرهم كدي ليا الميكا 3 ايام اذا 40 صاك كيدي داك حتى 3 شهور اقتصاد ديال الدريات تمام وهذا كيكون فيه واحد الريحه كيكون فيه زين اثمنه هما هذا داير 25 درهم هذا هذا حجم صغير وفيه 40 صاك واحد دايرين انا كناخذ هذا ديما كناخذ هذا اللي فيه 40 صاك وحجم صغير كديه 3 شهور هذا هي 199 درهم البنات شتي كيدير مقالي زوينه ثقيله غير بزاف كاع 199 درهم قولي 200 درهم 635 كاين بزاف البنات العروض في مرجان ما بغيتش نطول عليكم بزاف عطيتكم واحد الهميزات لي انكم لي زوينه والبري ديالها زوين وعجبني وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم واذا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ولاول مره يزور قناه كويزين اميره اضغط على الزر الاحمر ابوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد والجديد ان شاء الله مع العيد اضحى وعيد سعيد للجميع وشكرا شكرا لكم لكل تعليقاتكم الجميله مع السلامه والى فيديو مقبل ان شاء الله.